مرحبا طلاب، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بألف خير يا رب. اليوم راح نكمل شرح مادة الانتجريتيف. وصلنا الى السيشن اللي راح يسالف عن الاسيد بيس بالانس، اللي هي عبارة عن شنو؟ هي عبارة عن عملية بالانس، اوكي، بين منو منو، ما بين الاسيد، ما بين الحامضية، وما بين البيس، اوكي. زين، اكو فد شغلة مهمة اريد اقول لكم عليها. اول شيء حطوا ببالكم ثلاث شغلات او اربعة، اللي هي شنو الـ pH، شنو الـ O2، اوكي، شنو الـ، لا مو الـ O2، شنو الـ CO2، وشنو الـ H، وشنو الـ HCO3. هن ذني راح يكون المحور والقاعدة مالت المحاضرة مالتنا هسه. نجي بالبداية على H. الـ H بالبداية اريدكم تعرفون شنو علاقتها ويا الـ pH، علاقتها شنو؟ علاقتها عكسية، تمام. هذه الـ pH يساوي سالب لوج الـ H، فاذا الـ H ازدادت الـ pH تقل، وإذا الـ H قلت الـ pH تزداد، علاقة شنو؟ عكسية. زين، إذا الـ H ازدادت الـ pH إيش راح يصير بيها؟ راح تقل، يعني شنو؟ يعني أسيدوسز، يعني حامضية. زين، إذا الـ H قلت الـ pH إيش راح يصير بيها؟ راح تزداد، يعني شنو؟ يعني ألكالوسز، يعني قاعدية. أوكي، نجي على على ملاحظة ثانية، أوكي؟ الملاحظة اللي هي هاي المعادلة، تمام. هاي المعادلة راح نستخرج من عندها قانون، راح يكون هيجي أساس قوي بهذه المحاضرة مالتنا. هاي المعادلة راح تشوفوها بالشابتر مالت الهيماتولوجي إذا ما الله شذبني، أوكي. زين، هذه المعادلة شنو؟ إنه أنا عندي ثاني أكسيد كربون راح يتحد ويا المي بوجود الكربونيك أنهايدريز، تمام، راح يعطيني مركب وسطي. هذا المركب بعدين راح يرجع ويتفسر أو يتفكك إلى H و HCO3. شنو الغاية من هاي العملية؟ إنه هذا CO2 ضميته بصيغة شنو؟ بصيغة HCO3. زين؟ زين، صايرين؟ صايرين. زين، هذه المعادلة إذا نريد نيجي نحسب من عندها الـ pH، أوكي؟ حسب يا قانون، حسب قانون نيرنس إكويجن، راح نحسب الـ pH. الـ pH شنو يساوي؟ pKa زائد log الـ HCO3 على CO2. زين، هاي المعادلة بها مجموعة خطوات حتى أصفيها، راح أختصرها لكم. أحذفوا اللوج ويا الـ pKa، إيش راح يبقى لنا؟ راح يبقى لنا الـ pH، النواتج الـ HCO3 على يمن عن المتفاعلات اللي هي الـ CO2. زين، هذه المعادلة تعتبر شنو؟ تعتبر أساس بالمحاضرة مالتنا. زين، هذه الأسيد بيس بالانس أو الأسيدوسز والألكالوسز راح تنقسم، أوكي، إلى شنو؟ راح تنقسم إلى أربع أقسام. القسم الأول شنو نصيح له؟ نصيح له respiratory، أوكي؟ respiratory acidosis، أوكي؟ زين، هذا respiratory acidosis يعني أكو شيء وين؟ بالرئة، أكو شيء له علاقة بالرئة، أوكي؟ زين، هل نيجي نفسر العنوان أنا وياكم. acidosis تونا قلنا معناتها الـ pH نازلة، أوكي؟ وإحنا أصلاً ماخذيها من الستاتس، إذا الـ pH نازلة معناتها حامضي. زين، respiratory معناتها المشكلة وين؟ مشكلة بالمحتويات مال اللانج، أوكي؟ زين، ما دام respiratory يعني أكو مشكلة وين؟ بالثاني أكسيد الكربون. زين، هذا ثاني أكسيد الكربون يزداد لو يقل؟ لا يزداد. ليش؟ لأنه هو والـ pH متخاربين، إذا واحد يقل واحد يزداد. فهذا هو التفسير مالت من؟ مالت respiratory acidosis. نجي لمن؟ للمعادلة. الـ pH يساوي لي الـ HCO3 على الـ PCO2. قلنا الـ pH نازلة، خوش، والـ PCO2 شبيهة صاعدة، فالـ pH نازلة بسبب شنو؟ بسبب إنه الـ PCO2 صعدت، لأنه هذه ضد هذه، هن ما مترافقات سوية. نجي من إلى respiratory alkalosis. أوكي، respiratory alkalosis شنو الفكرة مالتها؟ إنه alkalosis الـ pH صاعدة. زين، respiratory وين المشكلة؟ المشكلة بمحتويات اللانك، معناتها وين؟ بالثاني أكسيد الكربون. ثاني أكسيد الكربون شبيه نازل، يعني علاقتهم شنو؟ علاقتهم متضادة، أبداً ما يتصافون، علاقتهم عكسية. زين، نجي للمعادلة. الـ pH HCO3 على الـ PCO2، قلنا الـ pH شبيها صاعدة لأن الكلوسيس، وهذا ما دام شاف هذا صاعد إيش راح يصير بيه؟ راح ينزل. فمعناتها الـ pH صعدت مو في سبيل الله، لأنه شافت الـ PCO2 نازلة. نجي لمن؟ الميتابوليك. زين، نجي لمن؟ للميتابوليك. الميتابوليك أسيدوسيس نجي نفسرها. أسيدوسيس البي اتش شبيهة نازلة. زين، ميتابوليك معناتها وين المشكلة؟ ما العلاقة سي او تو، المشكلة وين؟ بالاس سي او ثري، تمام. والاس سي او ثري حنينة وبريئة وصديقة البي اتش، فشافت البي اتش نزلت وياها،
اوكي فنجي للمعادله ال pH يساوي لي ال HCO3 على ال CO2 فال pH نازله ال CO3 نازله فمعناتها ال pH نزله تضامنا مع ال HCO3 زين الميتابوليك الكالوسيس نجي نفسرها الكالوسيس شنو معناتها ال pH صاعده تمام وميتابوليك معناتها ال HCO3 الى دور فمعناتها ال HCO3 شبيه صاعد اوكي فمعناتها انه ال pH صعدت ليش لانه ال HCO3 صاعده هسه كملنا اربع جوانب منين من الاسيدوسيس والالكالوسيس زين سؤال يطرح نفسه اوكي الريسبيراتوري اسيدوسيس ليش تصير دا تصير انه بسبب شنو بسبب انه انت عندك سي ان اس ديبريشن اوكي زين هذا السي ان اس ديبريشن انه دا يزداد عندك ثاني اكسيد الكربون ودا يدز اشارات لل السي ان اس بس السي ان اس ما دا يستجيب اوكي بينما بالالكالوسيس بالعكس انت عندك اكتيفيشن تمام اكتيفيشن وين بالسي ان اس نجي الى معادله اوكي هاي المعادله شو يصيحوا لها يصيحوا لها الان ايون جاب هذه المعادله اللي هي الان ايون جاب تساوي لي شنو الصوديوم ناقص الكلور زائد الاس سي او 3 عندي فد ملاحظتين هاي الان ايون جاب مرات تكون اقل من 12 وهذا النورمال فنصيح لها نجمه اوكي ومرات تكون اكثر من 12 وهذا الاب نورمال فنصيح لها شنو اجما زين النجمه والاجما اوكي نجي ان الاجما قلنا الاب نورمال فهذه هي الحالات الاب نورمال على سبيل المثال اخذ كميه عاليه من الاسبرين اوكي سال سي ليتس اوكي او مثلا شخص منتحر بميثانول اوكي زين بالنسبه لحالات النجمه هم حالات غير طبيعيه بس من الممكن انه ترجع مثلا عندي دايوريا اوكي هواي صار عندي دايوريا وهذه الدايوريا ادت الى شنو ادت الى نجمه زين نجي المن الى الميتابوليك الكالوسيس قلنا الفكره مالتها زين سؤال هي ليش تصير هذه الميتابوليك الكالوسيس دا تصير بسبب شنو قد يكون فوميتنج تقيا الشخص ده بكل ال ال ال, ال, ال الاتش اللي عنده فبالتالي صعدت البي اس سببت له ميتابوليك الكالوسيس او اوفر كوركشن اوف هايبركابينيا صار عند الشخص هايبركابينيا وحاول الجسم انه يسوي كومبنسيتوري ميكانيزم حتى بكل قوته يساعده اوكي فصار عنده اوفر كوركشن وهذا الاوفر كوركشن انتهى بريسبيراتوري الكالوسيس بعد زياده بافراز الالدوستيرون اوكي او ممكن انه سبب غير معروف او total volume loss يعني فقدان فوليوم كبير مثلا جرح ونزف هواي مثلا دايوريا او مثلا تقيا هواي كل هذه راح تؤدي الى شنو راح تؤدي الى ميتابوليك الكالوسيس فبهذا السلايد شنو اللي لازم ينفهم ويبقى وياك اوكي انه شنو الفرق بين الاسيدوسيس والالكالوسيس شنو الريسبيراتوري اسيدوسيس والالكالوسيس والميتابوليك اسيدوسيس والالكالوسيس شنو الانايون جاب اوكي وشنو النورمال وشنو الابنورمال اللي موجود بيها زين بهذا السلايد راح نسولف عن الكومبليكيشن او المضاعفات اوكي بالاسيدوسيس وبالالكالوسيس نيجي المن للاسيدوسيس زين الاسيدوسيس صار عند الشخص اسيدوسيس للتذكير شنو يعني اسيدوسيس يعني البي اتش نازله شنو يعني البي اتش نازله يعني الاتش صاعده والاتش سي او والاتش يعني الاتش صاعده ايه والبي سي او 2 شبيهه هماتين صاعده زين شنو اللي راح يصير اللي راح يصير انه الوعاء الدموي راح يتوسع واذا توسع ايش راح يصير عندي راح يصير عندي نقصان بالكاردييك اوتبوت المين ارتيريال بريشر راح يقل وبالتالي ايش راح يصير عندي راح يصير عندي نقصان بالبيرفرال ريزيستنس راح تقل المقاومه مالت الاوعيه الدمويه فراح يزداد الهارت ريت حتى يعوض النقص اللي صاير زين بالالكالوسيس لا شنو اللي راح يصير ال pH عالية اوكي وال H نازلة فال resistance راح تكون عالية اوكي زين واذا resistance راح تكون عالية شنو اللي راح يصير انه الهارت ريت هماتين راح يصعد زين بالرسبيراتوري سيستم شو راح يصير عندي اوكي انت عندك pH يعني ثاني اكسيد الكربون معلق ليش لانه البي اتش نازله زين هذا ثاني اكسيد الكربون معلق مو انت تحتاج انه تطرده اي فراح تجي اشارات للرئات حتى تتقلص وتنبسط تتقلص وتنبسط تبدا تطرح ثاني اكسيد الكربون فيزيد للريسبيراتوري ريت والورك اوف بريثينج وبالتالي من الممكن انه يؤدي الى فتيك وتعب
بينما بالالكالوسيز لا، ثاني اكسيد الكربون نازل، فمعناته شنو؟ اقلل الريسبيراتوري ريتس. اكو فد شغله كلش مهمه وضروري انه تعرفوها، اوكي، انه انت بالاسيدوسيس البي اتش ايش بيها نازله زين، والاتش كلش صاعده، فهذا التشو راح يسحب الاتش، تمام؟ من راح يسحبه ما راح يسحبه في سبيل الله، ترى مو عبالكم، راح يطلع البوتاسيوم من مكانه، فالشخص ابو الاسيدوسيس عنده دوم هايبركاليميا، اوكي زين. ابو الالكالوسيس بالعكس، ابو الالكالوسيس ايش بيه؟ البي اتش شنو عنده؟ صاعده زين، والاتش شنو عنده؟ نازله زين. هاي الاتش اذا نازله ماكو داعي تطب داخل الخليه زين، اذا ما طبت لا راح تطلع بوتاسيوم ولا راح تطلع مغنيسيوم، اثنيناتهم ما راح تطلعهن، ومو بس هيك راح تزيد السالبيه مالت من مالت الالبومين حتى يرتبط بيه الكالسيوم، وبالتالي راح يقل عندي الكالسيوم هماتين. نجي من الى السنترال نيرفس سيستم، السنترال نيرفس سيستم راح يؤدي الى تغيير بالمنتال ستيتس، اوكي، واذا تغير عند المنتال ستيتس يعني هو جايب اسيدوسيس، يجيك ماله خلق دايخ يريد ينام، وبعدين يصير بي كوما، اوكي زين. بالالكالوسيس نفس الوضعيه، بس من الممكن انه يصير عنده سيجر، ومن الممكن انه يصير عنده تيتانوس. تيتانوس شنو؟ يعني انه الكالسيوم راح يرتبط يرتبط يرتبط، فبالتالي راح يزيد عندي الكونتراكشن، اوكي زين. نجي للسلايد اللي بعده، السلايد اللي بعده راح نسولف عن شنو؟ راح نسولف عن الكومبنساتوري ميكانيزم. شنو يعني؟ يعني هسه انت صار عندك ريسبيراتوري اسيدوسيس، صار عندك ريسبيراتوري الكالوسيس، صح؟ صح. زين انت شلون تجين تحلين هذا الموضوع؟ جسمك ايش راح يسوي؟ نجي حبه حبه. اول شيء عنده ريسبيراتوري اسيدوسيس، شنو يعني ريسبيراتوري اسيدوسيس؟ يعني البي اتش ايش بيها؟ نازله، اوكي، والاتش صاعده، اوكي، والثاني اكسيد الكربون صاعد. ليش؟ لانه هو على خلاف هو والبي اتش زين. ثاني اكسيد الكربون لقيناه شنو؟ لقيناه صاعد، تمام. ما دام ثاني اكسيد الكربون صاعد، البي اتش ايش بيها؟ البي اتش نازله زين. هاي البي اتش النازله راح ناخذها نتصرف وياها ويا من؟ ويا الكليه. الكليه هي اللي راح تصلح الموضوع. اجت للكليه قالت لها الكليه ايش بيك؟ قالت لها انا عندي اتش عاليه و HCO3 نازلات، تمام؟ تمام. قالت لها هاي الاتش العالية جيبيها انا اطرحها ويا اليورين زين. قالت لها وال HCO3؟ قالت لها هم جيبيها، راح اعبرها للدم وازيدها بالحجم، اوكي. بالتالي شنو؟ راح ارجع البي اتش المن الى الوضع الطبيعي زين. نجي المن الى الريسبيراتوري الكالوسيس. الريسبيراتوري الكالوسيس من اسمها الكالوسيس، يعني شنو؟ يعني البي اتش عاليه، واذا البي اتش عاليه معناتها البي سي او 2 ناسيه. اجينا اخذنا البي اتش العاليه ورحنا فزاعين للكليه، يا بي الكليه انا عندي بي اتش عاليه، تمام. قالت لها يعني شنو؟ انا ما افتهم. قالت لها يعني الاتش عندي نازله، اوكي، والاتش سي او 3 عندي شنو؟ صاعده، اوكي زين. هذه الاتش النازله قالت لها ولا يهمك انا ارجعها طبيعيه. شلون؟ قالت لها انا راح اسحب لك اتش، اوكي زين. والاتش سي او 3 الصاعده قالت لها جيبيها انا اعبرها للوعاء الدموي، ومن اعبرها للوعاء الدموي راح افككها، اوكي، اطلع لك من عندها شنو؟ بس سي او 2 حتى يتحرر، وبالتالي تخلصين من عنده، اوكي زين. نجي المن الى الميتابوليك اسيدوسيس. هذه بالعكس، هذه ما راح نشتغل وين؟ بالرئة. وين راح نشتغل؟ بالكلية، اوكي، والرئة تصلح. الميتابوليك اسيدوسيس شنو؟ اول شيء عند البي اتش ايش بيها؟ نازله. ليش؟ لان اسيدوسيس، واذا البي اتش نازله، تمام، الميتابوليك يعني شنو؟ يعني ال HCO3 بها خلل، وهي صديقة ال pH فراح تنزل وياها. هذه ال HCO3 نزلت وياها زين. ال HCO3 من نزلت شنو اللي راح يصير بال H؟ ال H راح يصعد، اوكي زين. ال H راح يصعد، فال pH راح يصير به؟ راح ينزل، واحنا ندري انه ال pH راح ينزل. فهذا ال pH اللي راح ينزل وثاني أكسيد الكربون اللي معلق راح يروح لل central nervous system، يقول له يابا ترى أنا ثاني أكسيد الكربون مالتي معلق وذني نازلات ما دا يحسن بيه، أوكي. فش راح يسوي؟ راح يدز إشارة المن للرئة، هاي الرئة راح تتقلص وتنبسط، تتقلص وتنبسط، تزيد الريسبيراتوري ريت وتطلع
ثاني أكسيد الكربون، وإذا طلعت ثاني أكسيد الكربون بالتالي راح يرجع pH المن إلى الوضع الطبيعي. نجي المن إلى الميتابوليك الكيلوسيس. الكيلوسيس معناتها pH صاعدة، زين، وإذا pH صاعدة معناتها شنو؟ ميتابوليك يعني شنو؟ يعني CO3 صاعدة وياها، زين، والثاني أكسيد الكربون نازل، فهذا الثاني أكسيد الكربون النازل راح يروح المن للدماغ، هماتين راح يحفز هاي الأنوية حتى شنو تدز إشارة لللنج إنه تقلل الريسبيراتوري ريت. ليش؟ حتى لا ينطرح ثاني أكسيد الكربون، أوكي؟ حتى شنو؟ حتى ترجع الوضع المن للوضع طبيعي. هسه بهذا الستايل عرفنا الكومبنساتوري ميكانيزم، والملخص انه انت اذا كان عندك مشكله بالريسبيراتوري راح تروح للميتابوليك يحلها، واذا كان عندك مشكله بالميتابوليك راح تروح المن راح تروح للريسبيراتوري يحل المشكله مالتك. نجي الى اخر سلايد، اوكي، واللي راح يسولف عن شنو؟ اللي راح يسولف عن الاي بي جي انتربريتيشن، اوكي، اللي هو التحاليل والنورمال مالتهم. نيجي للpH، هو ذكرناها انه الpH النورمال الطبيعي مالتها من 7.35 الى 7.45، اقل من هذا راح تعتبر حامضية اسيدوسيس، اكثر من هذا راح تعتبر قاعدية الكيلوسيس. الpCO2 شو راح تحددوها؟ الpH اذا نازلة الpCO2 عاديتها تصعد، الpH اذا صاعدة الpCO2 عاديتها تنزل، ال HCO3 ال pH إذا صاعدة ال HCO3 وياها صديقتها، ال pH إذا نازلة ال HCO3 وياها صديقتها. نيجي المن للأنيون جاب، وإحنا همتين ذكرناه إنه هو الصوديوم ناقص الكلور زائد ال HCO3. الأنيون جاب إذا كان أقل من 12 هذا نورمال، وإذا كان أكبر من 12 هذا أجما، زين. مرات يقول لك احسب للريشيو، اوكي، الريشيو المفروض يطلع شنو؟ المفروض يعني يطلع ضمن الوضع الطبيعي، اذا طلع اقل من 1 هذا اجما، واذا طلع اكثر من 2 هذا هماتين الكيلوسيس اجما، بينما اذا طلع بين 1 و2 هذا ما بين لبين، يعني اجما ونجما اثنيناتهم سوا، زين. اخر شيء وصلنا له اللي هو النورمال رينج مالت من مات البي اتش، كما ذكرناه من 7.35 الى 7.45، ثاني اكسيد الكربون من 35 الى 45، الHCO3 من 22 الى 26، هذا هو يعتبر النورمال رينج.